لو بتقابلك مشكلة انقطاع الانترنت كل شوية او بيفصل معك كل شوية وعايز النت يستمر معاك بدون تقطيع وبسرعة كويسة جدا وعايز طريقة سهلة ومضمونة تحل لك المشكلة دي، تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم معانا في فيديو جديد من قناه عجبست موبايل. النهارده معانا فيديو جديد عن الحل النهائي لمشكله انقطاع الانترنت او تقطيع الانترنت كل فتره. بس كده قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن اطباق الموبايل وحل مشاكل الموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. ويلا بينا نبدا. كل اللي عليك عشان ان انت تحل مشكلة التقطيع بتاع الانترنت، كل اللي عليك بس ان انت هتدخل على جوجل وهندخل على اعدادات الراوتر من خلال اللي احنا نكتب الرقم اللي هو 192.168.1.1. وبعد ما بتكتب الرقم بيفتح معاك الصفحة دي، كل اللي عليك بتضغط على الاعدادات المتقدمة وبتضغط على متابعة الى الرقم، وهيفتح معاك الصفحة دي. كل اللي عليك اللي انت هتكتب في اليوزر نيم كلمة ادمن، وهتكتب الباسورد اللي هتلاقيه في ظهر الراوتر بتاعك، يعني هتروح عند ظهر الراوتر وهتلاقي مكتوب كلمة باسورد ومكتوب جنبها ارقام، وهتكتبه في مكان الباسورد او كلمة المرور وتضغط على لوجن، وهيفتح معاك صفحة الراوتر بالشكل ده. كل اللي عليك اللي انت هتضغط على بيزك وهتضغط على دي اس ال، وهتفتح معاك الصفحة دي. كل اللي عليك بس ان انت هتروح عند اخر اختيار خالص واللي هو SRA Enable، وهتفعل كده العلامة الصح اللي عليها، ولو برضو اللي فوقيها بت سواب لو بلاقيتها برضو مش بتعلم عليها تعلم على الاثنين، وتروح تضغط على Submit، وهيبدأ اللي هو يتحفز معاك الاعدادات دي، وهتستنى كده لمدة دقيقتين الراوتر بتاعك هيعمل ريستارت لوحده وهيبدأ النت يتعدل معاك. فلو بس بس اي حاجة من الفيديو ما تنسى تعمل لايك، ولو انت متابع محتوانا احنا نقدمه عن اول باصل الموبايل وحل مشاكل الموبايل وعمل ريفيوهات للموبايل ولسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناة، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتش كل فيديوهاتنا الجاية. ولسه لحد دلوقتي ما عملتش لايك للفيديو، اعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا. لو في اي مشكلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.